انا كنت ماشي في مره مع اصحابي سيت ستارز، وانا ماشي معاهم حسيت فجاه في بطني احاسيس غريبه كده، بدات تكتك فبختار بقول لهم يا جماعه انا لازم امشي دلوقتي قبل ما اقابلك. قالوا لي هو يا عم مشيت. انا ادور كده لمحت واحد ايه السكيورتي بتوع سيت ستارز، قلت اروح اشوف هعمل ايه. فدي المشكله بتاعتي في الاماكن النظيفه، اللي انا دايما بتزنق في الاماكن النظيفه ما اعرفش اعمل ايه. فروحت للراجل السكيورتي ده، هم هناك كانوا واقع في نوع، روحت سالته يعني ابنك ايه؟ قلت ايه ده مفهوم ده يعني؟ ما تستهجن كده ايه؟ وفي نوع اللي روحت قلت له على ابنك فين الحمام؟ ايه يا ابني ايه الاشكال دي بتتحدف علينا في سيتي ستار؟ المفروض ما تتفرجش يعني جوانا. عشان كده بروح اعمل الحل اللي بعمله كل مره. طب انت فين؟ شكلك عايز تعمل حمام. مش جاي عليا كده 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 كده. ايه الموضوع بوظت؟ فانا ما بخش الحمام في كل ستارز، يعني الحمام انضف من العماره اللي انا فاكر فيها كلها. فانا قررت ان انا اقارن بينه وبين الحمام بتاع الكليه. مبدئيا انت اول ما تخش حمام الكليه بتلاقي ايه علينا؟ يا جماعة ما تنسوش النهاردة أول حصة في كورس دكتور عمر محمود. أنت شايف كده يعني؟ أنت شايف اللي بقى بين الإعلان؟ لأن راجل الحمام بيفكر في 100 حاجة أهم من كده دلوقتي. أكيد بقى لو تخيل شعور واحد إعلان هم اللي معاه كورس دكتور عمر. أكيد مش وقت يعني. وطبعا الأسامي اللي هي قلبة مكتوبة على كبار الحمام قلبة دراما. أنا عارف إن البيت دي سعرية بتحبينا. واساسي الوطنيه، الوطنيه واضحه حيز كبير قوي من الحمام. ما تقولش ايه هديتنا مصر، قول هندي ايه لمصر. هي مكتوبه على الحيطه اضراب 6 ابريق حضاره مع اخوان اللي هو الدكتور بقى لكن لا اضراب 6 ابريق حضاره فاكس المره دي. Thank you.